إذا كانت المرأة المحدة جالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيباً، هل عليها شيء؟ اللي بغير اختيارها ما في شيء، اللي بغير اختيارها وغير فعلها ما في شيء. لو جاء البخور، رائحة البخور ودخل في أنفها من غير قصد ما يضر هذا، أو رائحة الطيب سرت إليها وانصبغ بها شعرها أو شيء من غير اختيار ما في بس. نعم.